لأداء العمرة عن راح المرحوم تميم مرضي أبو سلام من طيرة المثلث. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان اللهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من ذنوبه وخطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم كن له من بعد الأحباب حبيبا، واجعل يا الله قبره نورا وطيبا. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثبت قدمه عند الصراط المستقيم. اللهم أدخل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم ثبته بالقول الثابت عند السؤال. اللهم ثبته بالقول الثابت عند السؤال يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم آمين. اللهم آمين.